بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب قولوا نيكس، معكم عبد المجيب. اليوم اوكي، درسنا هذا ببساطة كيف راح نركب الويب سيرفر اللي هو عبارة عن اباتشي وبي اتش بي وماي اس كيو ال سيرفر، وايضا بي اتش بي من اختياري اذا تبيه. ليه سويت الدرس وانت مسوي قبل؟ الوضع مع ابونتو الجديد 18.4 الوضع مختلف قليلا، خصوصا مع موضوع الماي اس كيو ال، تمام؟ لذلك سويت هذا الدرس تحديدا للمعلومات السابقة عندنا. بداية الشرح هذا لا ينطبق فقط على ابونتو 18، اوكي؟ ممكن يشتغل على اي اصدار سابقا، ولكن الخاص النقطة حقت ماي اس كيو ال اللي بتكلم عنها اليوم، ماي اس كيو ال فقط على 18 وصاعدا. انت كيف تعرف التوزيع اللي استخدم 18 ولا لا لا, 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 لا؟ تمام. بدايه طبعا عندي فاجرانت. الفاجرانت التعريف لك اياه ببساطه هو عباره عن نظام وهمي موجود عندي، ماشي، للتطوير والى اخره. اذا كنت على سيرفر حقيقي وليس سيرفر وهمي، الموضوع ترى نفس المعلومات اللي يقول لك اياها الحين تلقاها هناك. حتى تعرف اصداره ابونتو الخاصه بك، افترض انك بدري انت داخل وما ادري ايش الاصداره هذه. ببساطه كات، اكبر الخط شوي، تمام، etc apt sources.list، بعدين اتوقع هذه تكفي، تمام. مجرد بانك تحصل كلمه بايونيك هذه معناته كانت تستخدم 18. بايونيك هو اسم الاصداره، لذلك هذا الدرس ينطبق على هذا التوزيع. طيب كيف نركب العده هذه؟ طبعا في اكثر من طريقه، في طريقه بسرعه امر واحد، وفي طريقه كل واحد لوحده. بدايه لازم تاكد السيرفر عندك اساسا في فاير وول ولا لا، ابونتو فاير وول. عشان نتاكد من هذا الموضوع، تمام، بس نكبر الخط شوي لو نصغر حبه يكون كذا افضل. هذا اي اصغر من هنا، فيو زوم اوت. طيب بتاكد اكتب سودو ابونتو فاير وول، تمام، ستاتس، بس حتى تتاكد هو يشتغل ولا. طبعا عندي هنا لانه سيرفر وهمي مو مهم يصير اكتف. اذا كان اكتف لازم 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 تفعله عن طريق اللي هو الابونتو فاير وول، وهذا درس لحاله ممكن تحصله عندي بالقناه. طيب كيف نثبت الحزم؟ موضوع بسيط جدا. بدايه فريش السيرفر ابت ابديت حتى نسوي تحديث للمستودعات. وطبعا احتياطا يفترض انك تسوي ابجريد قبل ما تسوي الجراس هذا اذا كان سيرفر فريش توك مركبه. فالموضوع بسيط جدا. طبعا حاليا ما في عندي ولا باكج تحتاج ابديت، لكن اذا حاب تسوي ابديت سودو ابت فول ابجريد بالشكل هذا وخلاص. الان ما عندي ولا حاجه تحتاج الابديت او الابجريد. نبدا نركب البتاع هذا. بدايه عندي انا اف كونفيج، تمام، اوكي. هذا الاي بي طبعا عباره عن برايفت اي بي، راح يكون صديقنا هنا حتى نسوي عليه اختبارات. ماشي ماشي. لا لو فتحته عندي بالمتصفح ببساطه ما راح يشتغل. خلوا لكم صوره المتصفح عندي، وهذا متصفحي ما في شيء. ليش؟ لانه الى الان ما شاء الله ركبنا السيرفر اللي هو الاباتشي سيرفر. طيب راح نثبت الموضوع. عندنا كذا طريقه زي ما قلت لكم، تركب الحزمه واحده 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 واحده، او تسوي اللي انا اسويه بالعاده مره واحده. فممكن تثبتهم عن طريق سودو ابت انستول وتكتب اباتشي 2 وتثبت الحاله، وبعدين بي اتش بي وثبت بي اتش بي الحاله الى اخره. لا ما نبي نضيع وقت. اباتشي 2 احنا بنشغل بي اتش بي سيرفر، اوكي، او والله صح بي اتش بي ابلكيشنز، اوكي، محتاجين بي اتش بي ومحتاجين ايضا الموديول حق الاباتشي، اوكي، حق البي اتش بي. فلازم نكتب لب مود، لا عفوا، لب اباتشي 2 مود بعدين بي اتش بي. خلصنا هذا الموديول حق البي اتش بي، خلصنا منه. بعدين في حاجه ثانيه بي اتش بي ماي اس كيو ال. ليش راح استخدم ماي اس كيو ال هنا؟ صح طبعا هي بتثبت اصلا، بس احتياطا ثبت انت. بعدين اركب ماي اس كيو ال سيرفر، ثم في الاخير بي اتش بي ماي ادمن، علشان هي عباره عن ابلكيشن اذا ما تعرفه انت، فو انترفيس التعامل مع الماي اس كيو ال سيرفر، وطق انتر وحط رجل على رجل يوم ودير لحد ما يخلص الموضوع ده. الان افتراضيا في التوزيعات السابقه اذا خلصت انت راح يقول لك دخل روت باسورد للماي اس كيو ال وعيش حياتك. الوضع هنا تغير شوي، نظرا لانه الماي اس كيو ال الان صارت ما تسمح بالدخول للروت اللي عن طريق سودو، اوكي. لذلك ما قدرت تستخدم بي اتش بي ماي ادمن وتدخل بروت. سابقا كنا نقدر ندخل بالروت، الان ما نقدر ندخل. عموما هذه الاعدادات خاصه بالبي اتش بي ماي ادمن. الان نضغط مسافه هنا عشان نحدد الاباتشي تاب، بعدين انتر علشان نضغط اوكي على ما يخلص. الحل حتى نطلع من الموضوع هذا هو انه نسوي يوزر ثاني غير الروت، نسميه ادمن، انا بسميه ادمن، اوكي، عن طريق طبعا ماي اس كيو ال. هو عباره عن
كوماندز بسيطة بالماي اس كيو ال. إذا تعرف ماي اس كيو ال الموضوع بسيط، ما تعرفه أنا بكتب لك الكوماندز. الغاية من هذا كله إنه يكون عندي بالإنترفيس يوزر أقدر أسوي فيه أي شيء. تمام، يلا يلا خلص خلص خلص. اوكي، معلومه ثانيه حد ما يخلص، انا ما ركبت ترى اي موديولز حقت بي اتش بي، ركبت بي اتش بي بس. تمام، اذا انت محتاج تركب اي شيء اضافي ركبه عادي، زي البي اتش بي مثلا سي ار ال، زي مثلا البي اتش بي جي اي بي، زي مثلا البي اتش بي جي دي، ما اعرف ايش متطلبات الابلكيشن عندك. تمام، فهذه الحزم ركبهم انت على راحتك بعدين. اللي ابي اسويه الان هو مجرد اني اشغل الاباتشي سيرفر. تمام، طيب اتوقع ان احنا اولموست اوكي. تمام خلاص، الحين هذا المسك ما بيش بي من ادمن، اقول له يس. في هنا باسورد، راح نحطه. الباسورد هذا مو باسورد الماي اس كيو ال، هذا باسورد اليوزر اسمه بي اتش بي ماي ادمن، هذا راح يفتح عن طريق البي اتش بي ماي ادمن. فنحط ست وحدات باسورد بسيط ادري، لانه اساسا عباره عن لوكال ديفلوبمنت وما عندي اي مشاكل، خرب على راحتي. الان انتهى كل شيء اوكي. لو جينا الان للصفحه هذه وسوينا ريلود راح نشوف انه اتوركس يشتغل. طبعا هذه الرساله الافتراضيه. طيب الان نكست ايش راح نسوي؟ ماي اس كيو ال سيرفر ما يشتغل الى الان اوكي، لذلك لازم اكتب سودو ماي اس كيو ال سكيور. طبعا استخدم التاب عشان اكمل لك، اللي هي ماي اس كيو ال سكيور انستليشن، هذه لازم تكتبها كما هي. انت الان بيجيك هنا بعض من الاشياء. البلجن هذا عباره عن بلجن طبعا اسمه فاليديت باسورد، اذا حاب تشغله. فهو بلجن عباره عن ايش؟ عباره عن اضافه موجوده مع ماي اس كيو ال راح تفرض على جميع المستخدمين انهم يحطون باسوردات معقده اوكي. فاذا حاب تفعل حط يس، اذا مو مفعل اضغط اي انت، انا ما راح افعله اضغط يس، بس اذا حاب تفعله حط حرف واي، انا ما راح افعله اضغط انتر. الان راح ندخل باسورد جديد للروت 1 2 3 4 5 6 وهذه 6 وحدات. remove anonymous users ايه يعني في مستخدمين بيمسحهم افتراضيا تنزلهم SQL. disallow root login remotely، هل راح تسوي تعطيل لدخول الروت عن بعد؟ طبعا انا نو بضغط انتر. ليش؟ انا بدخله عن بعد عن طريق سكيور شال مثلا، انا بدخله عن بعد عن طريق مثلا ابلكيشن ثاني، بس هو ما راح يسمح لي اصلا عن طريق الواجهات الثانيه، بس انا ممكن ادخله عن بعد يعني لاي سبب اخر عندنا. انتر. تمام، ريموف تست داتابيس يس، ما انا بدي تست داتابيس. تمام، ريلود بريفريجز يس، الحين راح يعيدنا بناء التصريح. لاحظ معي الان انه انا ركبت قبل شوي بي اتش بي ادمن، فيفترض انه لما اروح هنا واكتب بي اتش بي ادمن انه راح يشتغل. تمام، لكن ما راح يسمح لي ادخل عن طريق الروت اطلاقا، راح يسمح لي ادخل عن طريق البي اتش بي ادمن اللي احنا سويناه قبل شوي، لكن هذا المستخدم عنده صلاحيات اصلا زيرو صلاحيات، لذلك نحتاج نسوي مستخدم جديد. المستخدم الجديد ببساطه راح نسويه عن طريق الماي اس كيو ال، وهذا سهل. سودو ماي اس كيو ال اليوزر روت والباسورد، ندخل الباسورد الحين. تمام، الان راح ننفذ الاوامر حقات ماي اس كيو ال. اللي راح اكتبه كابيتال لترز هذه الكويريز اللي راح اكتبها، اما اللي بسمول لترز هذه متغيرات ممكن تغيرها على راحتك حسب احتياجك. فانا راح الحين اسوي يوزر جديد، راح اكتب كرييت يوزر. اليوزر راح يكون اسمه، طبعا لاحظوا هنا بكتب اسمه، راح يكون اسمه ادمن، انت ممكن تسميه اللي تبيه. تمام، اليوزر هذا راح يكون على اللوكال هوست. تمام، طبعا اليوزر هذا اكيد محتاج نسوي له باسورد، فانا اكتب هنا ايدنتيفاي. طبعا اكتب ايدنتيفاي اول عشان ما غلط، بعدين اكتب اي اي دي ايدنتيفايد باي، بعدين هنا نحط الباسورد اللي نبيه. اي ست وحدات، ثم نضع فاصله منقوطه انتر. طبعا عندي مشكله بسبلينج اكيد، خلينا نتاكد. create user admin identified by اه شو المشكلة؟ خلنا نكتب من جديد. create user admin admin على local host identify ان شاء الله صحيح spelling by، بعدين نحط الباسورد جديد. اوكي الان خلصنا هذا الكوماند، طبعا ترى مكتوبتكم تحت بالوصف. سوينا اليوزر، الان نحتاج نسوي له اكسس اوكي، راح نعطيه اكسس او صلاحيات وصول. فراح نقول grant all privileges اللي هي اعطاء كل جميع الصلاحيات on على كل شيء. تمام، للمستخدم اللي هو سويناه قبل شوي admin at localhost. تمام، وبعدين راح نقول له with
grant option تمام. بالطريقه هذه اعطيت المستخدم على كل شيء يقدر يسوي اللي يبي. انتبه ترى هذا مستخدم سواء ادمن راح يسوي الان راح اكتب له فلاش بريف الجزء تمام عشان ايش يعيد اللي هي الصلاحيات والبوليسيز. طيب راح اسوي خروج الان وتاكد فقط كتبت ادمن الان تمام. لاحظ الان طلع قواعد بيانات اضافيه وهذا يعني انه هذا المستخدم الان عنده جميع الصلاحيات يقدر يسوي اللي يبي على هذا السيرفر. هذا هو الاختلاف الجوهري اللي صار ما بين التوزيعات السابقه والتوزيعات هذه. طبعا بغض النظر عن نول ما نحتاج نركب لب باتشي مود بي اتش بي كانت تنزل افتراضيا. التغيير الجوهري اللي صار هنا الان انت افترض انك راح تركب حزم اضافيه للبي اتش بي ماشي. راح اعطيك كوماند جميل جدا شبه ذا اكزيت عشان اطلع من هنا. تقدر تكتب apt search php بعدين تكتب list هنا راح يطلع لك الان نافذه بالشكل هذا. هنا اي شيء بالبي اتش بي بتحصله يعني على سبيل المثال عندك هنا شوف هنا في مكتب اسمه كي ديفلوب بي اتش بي دوكس مثلا. انت عندك شغلات واجد هنا ممكن تنزلهم. شوف عندك هنا لب بي اتش بي جابر الى اخره. اي حزمه تبي تنزلها نزلها من هنا بالشكل هذا ابحث ونزلهم او حسب احتياج البرنامج الخاص بك. الى هنا انتهى هذا الدرس. نشوفكم ان شاء الله في الدروس القادمه.